سعداء جدا بحضور هذه الفعالية العظيمة التي تقيمها الثلاث الهيئات، هيئة الزكاة والأوقاف والشهداء. وهذه نعمة عظيمة جدا أننا نحتفل اليوم، وفي المقابل هناك من يطالبنا أو يقول بأننا اخترقنا القانون الدولي وأنه خرق عظيم جدا. هذه الأسر وهؤلاء الشهداء، نقول للأمريكي القانون الدولي دفن في اليمن قبل 9 سنوات وهو تحت الركام، ولا تستطيع نبشه أو اللحاق به، فاحتضر زمان القانون الدولي عندنا في اليمن احتضر، ثم وضع تحت الركام، ثم تم القصف من قبلكم بالطائرات الأمريكية والصواريخ والقنابل الأمريكية، وتحركتوا في تحالف كبير جدا وسميتوها عاصفة الحزم، ورجع سميتوها مرة أخرى مدري ايش سميتوها من اسم آخر، وبسم الله الرحمن الرحيم في دق إلى اليوم. نقول لكم جميعا بعد أن اعتديتم ومزقتم القانون الدولي في اليمن، ذهبتم لتمزيقه في غزة، وأصبح إرهابكم اليوم ظاهر للعيان. فالذي حصل من إرهاب في اليمن رأيناه بأم أعيننا يتجدد في غزة، وكما قال حتى المحللين اليهود قالوا السعودية قصفت المستشفيات في اليمن وهم بيقصفوا المستشفيات في غزة، يعني لا فرق. العدو يستهدف، والعقلية الواحدة والتدبير الواحد أمريكي، لأن الإدارة أمريكية، فلذلك تتكرر الجريمة ويتكرر السفاح سواء كان في اليمن أو في فلسطين. اليوم شهداؤنا العظماء الذين ذهبوا، كل منهم ذهبوا في خط فلسطين وفي الطريق إلى القدس، لأن كل القضية التي حملناها حتى في الخطاب الذي أرسله علي عبد الله الصالح ذاك اليوم لأمريكا، قالهم بيقولوا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وإلا ما بيننا وبينهم أي شيء. وبإمكانكم أن تشاهدوا الرسالة المكتوبة من علي عبد الله الصالح في وسائل التواصل الاجتماعي على مواقع الإنترنت. إذا ما هو الهم الذي دفعهم؟ وما هي المؤامرة التي جعلتهم يقتلون أبناءنا ويستشهدون أبناءنا إلا من أجل أن يدافعوا عن فلسطين؟ حاولوا بكل ما في وسعهم في الفترات الماضية بأن يجرونا إلى حروب داخلية، وأن يفتحوا علينا جبهات داخلية، ثم بعد ذلك عندما يئسوا وانحسر كل عملائهم جاء الداعمون من جديد ليحاربونا. كان من يدعم الحروب علينا هم من يقاتلون اليوم في التحالف، اليوم يقاتلون كوكلاء وداعمين ظهروا بأم أعينهم ليقاتلونا في الشعب اليمني. والغريب من ذلك أننا في هذا الشهر والنصف الذي تستهدف فيه غزة ويستهدف فيه الشعب الفلسطيني، ويتحرك الشعب اليمني لمواجهة الصلف الصهيوني والاستكبار الصهيوني والإرهاب الصهيوني، رأينا تحرك آخر ومن نوع آخر قضى فيه على حديث أبي هريرة أن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. على محمد بن سلمان عزمي جز ذا الحديث، جز أبو أسد، ويفتح لنا مسابقة للكلاب. الله 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 على قوة في هذا الإنسان العربي، في هذا العروبي والأسد فيه، أسد أسد لكن بشكل وصل إلى حد أن يدي مسابقة للكلاب. لا إله إلا الله. يعني كان احنا بنقول الخيل ضخم الهجن جميل جدا من عادات العرب، لكن ما الكلاب ما قد سابقوا عليها من مرة، ولا قد حصل مثل هذا الشيء على الإطلاق إلا من حين وصل الوجه العروبي محمد بن سلمان. لا بارك الله فيكم والشغل بالسوق. اليوم نقول لهم إن كنتم تريدون أن تحوزوا الشرف العظيم وأن تحوزوا الفخر العظيم وأن تلتم الأمة معكم وأن تشكلوا السعودية العظمى والدولة الكبرى وأن تقودوا العالم العربي كما تزعم الإسلامي، فعليك أن تقود مسابقة عظيمة وكبيرة لنصرة الأقصى الشريف ولنصرة غزة.
من يقتل ليس أبناء حماس في غزة. إذا كنت تتحرج من أن تقف إلى جانب حماس لأنك من قمت بحبسهم وسجنهم والقبض عليهم في السعودية، هناك آخرون أيضا لأنهم 2,100,000 إذا ما هو داري بنخبل له 2,100,000 عربي فلسطيني ما بين مسلم ومسيحي داخل. إذا ما شئت تنصر المسلمين ولا عندك أنك تنصر المسلمين، أنصر المسيحيين الذي في غزة، هذا شيء إيجابي أيضا. لا تبقى الأمور هكذا. يعني بالأمس وجهنا رسالتنا إلى الإخوة في مصر والإخوة في الأردن، وقلنا أن هناك معادلة للأمن العربي تتمثل في مضيق طيران وصنافير وباب المندب، لكن يبدو أن السعودية أغضب هذا الشيء لأنها هي أصبحت كما يقال سلمتها مصر أو لا، أصبحت من تتبع صنافير وطيران المملكة العربية السعودية. إذن نحن نخاطب الأردن، مصر، السعودية أيضا، أقفلوا مضيق طيران وصنافير. ونحن من لدينا قد بدأنا بمتابعة السفن في البحر، والحمد لله قد بعضهم ما بيقزم يجي من البحر الأحمر وقد غير الطريق حقه، بقي لديكم من لديكم أنتم. نريد مسابقة مثل مسابقة الكلاب في الرياض، تسابقوا لإغلاق مضيق طيران وصنافير، هذا أقل شيء تعمله المملكة العربية السعودية. البعض بيقول ما لنا بنكثر في الحديث عن السعودية، هل لأنها خصم؟ نعم هي خصم وعدو، عدو واضح معلن. هذه المنصة من إحدى إنجازات القصف، يعني قصفوا حتى هذه المنصة من أجل التأكيد أنهم يستهدفوا كل شيء مدني، لكن مع ذلك كلها هي تملك قوة عظمى، وهي تقول عن نفسها بأنها قوة عظمى ولديها جيش كبير ولديها 6,600 دبابة حشرتها على الجمهورية اليمنية، وجمعت ما يقارب 2,000 طائرة، الأغلب من الطوائر تبع المملكة العربية السعودية. إذن نحن نخاطبها لأنها تملك هذا الشيء، ثم لأنها تريد أن تتزعم العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي ما عندنا مانع أنها تتزعم في حال أنها تتحمل كل التبعات التي تواجه العالم الإسلامي. فمن هذه القضايا قضية فلسطين التي هي البوصلة، وهم يقولون دائما بأنها القضية المركزية والأولى بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هكذا تحدثوا. طبعا نحن لا نريد أن نقلل من الكلمة التي تحدث عنها محمد بن سلمان ودعوته في قمة البريكس إلى منع تصدير السلاح إلى إسرائيل، وفي المقابل نقول لك اغلق أجواء المملكة العربية السعودية عن وصول الطيران الإسرائيلي أو مروره من أجواء المملكة العربية السعودية. وبالمناسبة هو أسقط طائرات لأنها مرت من على الأراضي السعودية طيران يمني، نقول له أي طيران يأتي إلى الجمهورية اليمنية إسرائيلي يمر عبر المملكة العربية السعودية، أنت المسؤول أمامنا الأول عن السماح لها بالدخول إلى الجمهورية اليمنية. ما دام قد منع طائرنا من الوصول عبر الأجواء السعودية إلى إسرائيل، يجب أن تمنع كل طيران يصل إلى أراضينا أو أي سلاح صواريخ ولا غيرها ضروري يسقطها إلى الجمهورية اليمنية. هذه هي مسؤولية السعودية اليوم، وهي من تتحمل المسؤولية، وهي من بدأت بهذا الشيء، وأنا ارتحت الصدق. يعني مع أن احنا كنا نتمنى أنها تصل إلى فلسطين، لكن جاءت منا كعبية الله مثل ما بيقولوا اليمنيين، ولا جاءت منا قام سقط الطيران. قلنا إذن أجواءنا سيحتحميها المملكة العربية السعودية سواء من القصف الصاروخي أو من قصف الطيران، لأنهم منعوا من وصول صواريخنا أو طوائرنا من على الأراضي السعودية. ولدينا أيضا دعوة أخرى نستشفها من كلمة القائد حفظه الله لأولئك الأبطال الذين اليوم يقفون معنا في هذه الضربات من أبناء الشعب اليمني في المحافظات المحتلة،
ممن كان لهم موقف سابق، ولكنها تبينت لهم اليوم الحقيقة وباتوا يتواصلون. نقول لهم نحن إخوة ونحن أمة واحدة، ونحن مرحبون بتواصلكم وبحضوركم.